السلام عليكم ورحمة الله. كيف يكون أدب الخطاب مع الله جل جلاله؟ وكيف كان أدب الجن في خطابهم مع الله؟ كونوا معنا. لغة وقرآن وعلم يغتنم، فلنبعث الأنوار من رحم الظلم. فالله أخبرنا بنص كتابه في محكم الآيات، علم بالقلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أدب الخطاب مع الله جل جلاله هو أعلى الأدب، لأنه مع رب العزة. وذكرنا في حلقة سابقة كيف كان أدب الأنبياء مع ربهم في خطابهم معه، وأخذنا مثالا على ذلك أدب إبراهيم عليه السلام في خطابه مع الله في قوله: وإذا مرضت فهو يشفين. بإمكانكم متابعة الحلقة السابقة. واليوم سنكون مع الجن وكيف كان أدبهم في خطابهم مع الله. قال الله تعالى في بداية سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم يقول الجن بعد ذلك بآيات: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقد ملأ الله هذه السماء بالحرس الشديد والشهب. ما سبب هذا الحرس وهذه الشهب؟ وتساءلت: هل هو لخير أراده الله بهذه الأرض وأهلها، أم هو لشر أراده الله بهذه الأرض وأهلها؟ ولكن عندما أرادوا أن يذكروا الخير نسبوا الخير إلى الله بعبارة صريحة ومباشرة، فقالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. ولكن عندما أرادوا التحدث عن الشر لم ينسبوا الشر إلى الله، مع أن الله قال: قل إن الأمر كله لله. فقال الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. فجاءوا بالفعل مبنيا للمجهول، وذلك لأدبهم الكبير في خطابهم مع الله، فلم يريدوا أن ينسبوا الشر له، ولكن جاءوا بعبارة مجهولة الفاعل بنيت للمجهول، وذلك تعظيما لقدر الله وتنزيها له عن ذكر اسمه مع لفظ الشر. ولو أعدنا الآية لوجدنا كيف كان أدبهم مع الله: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال المفسرون أن قول الجن هذا له تفسيران، أي أن الله ملأ السماء بالحرس الشديد والشهب إما لخير أراده بهم أو لشر وعذاب سيحصل لهم. وقالوا أيضا أن معنى قول الجن هذا هو أن الله سيرسل لهم رسولا مرشدا هاديا، فإذا أخذوا بهديه كان لهم خيرا، وإذا لم يأخذوا بهديه كان لهم شرا. هذا هو أدب الخطاب مع الله، وهذا هو أدب الجن في كلامهم عن الله. فكيف نكون نحن؟ وكيف يكون أدب المؤمنين مع الله؟ وفي كل يوم نسمع هناك من يسب الله، ومن يؤذي الله بكلماته، ومن يهاجم الله حاشاه في علاه. فلنتعلم ولنتأدب من الأنبياء ومن الجن ومن الملائكة كيف كان أدبهم مع الله. دمتم برعاية الله وحفظه.
الذي علم بالقلم.